بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك. اللهم يا رب العالمين، افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، افتقرنا إلى رحمتك. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة القبور ومن فتنة القبور. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلومكم في الدارين آمين. باب الفقر. الفقر معلوم، والفقر معلوم أي هو إظهار الحاجة للشيء. إذا أظهرت الحاجة لشيء فأنت مفتقر إليه. أما تقول، عندما تقول إنسان فقير أي محتاج، فإن كانت الحاجة لله فهو محمود، وإن كان لغير الله فهي مذموم. فالفقر له وجه محمود ووجه مذموم. الوجه المحمود أن يكون لله، ولا يكون لله إلا إذا تبرأت من رؤية الملك لسوى الله، فهو البراء من رؤية الملك لغير الله. الفقر المحمود هو البراءة من رؤية الملك لغير الله. فإن كان الله سبحانه وتعالى مالك الملك، فكيف تأمل في غيره؟ وكيف تحتاج إلى غيره؟ وكيف تشتكي إلى غيره؟ وكيف تظن أن غيره يقضي حاجتك؟ هذا يدل على عدم الفهم عن الله، وعدم رؤية الإنسان للأمور برؤية صحيحة. فالفقر الحقيقي هو الفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعرفه قدر الدنيا ويعرفه أن الله مالك الملك. فإذا عرف ذلك فقد فقه في الدين، فيجعل حاجته لله ولا يجعلها لسواه سبحانه وتعالى. ولذا قالوا إن الفقير هو الفقيه، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافه. الفقير والفقيه الفرق بينهم راء وهاء. فالفقير هو الفقيه، فراء الفقير تجمعت أطرافها فصار فقيه. فإذا فقهت افتقرت، وإذا افتقرت فقهت، هكذا. أما إذا أحوجت نفسك لغير الله فقد ذللت نفسك، والفقيه لا يذل نفسه إلا لله. ولذا يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في مناجاته، يقول: إلهي كيف أستعز وأنت الذي في الذلة أركزتني، وكيف لا أستعز وإليك نسبتني، وكيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني، وكيف أفتقر لغيرك وأنت الذي بجودك أغنيتني. فالله سبحانه وتعالى أقام العبد في حال الافتقار لكل شيء، ولا أقل من أن تكون مفتقرا لله في كل لحظة مع كل نفس. إذا أدخلت النفس افتقرت لإخراجه، وإذا أخرجته افتقرت لإدخاله، وأنت لا تملك إخراجه ولا إدخاله، فأنت مفتقر في كل حال. فسبحان الذي جعل الإنسان على صورة لا ينساه فيها أبدا سبحانه وتعالى. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكلني لنفسي طرفة عين، طرفة عين، لكمال اضطراره وكمال معرفته بربه وكمال افتقاره لربه، فصار مستغنيا لله عما سواه. ولذا يجتمع الفقر والغنى بالله في قلب واحد. فإذا تحققت الفقر
لله تحققت الغنى بالله فلا ينفصلان. فكل مفتقر إلى الله مستغن بالله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفقر الخلق إلى الله اختيارا لا اضطرارا، وكذلك هو أغنى الخلق بالله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عرضت عليه الجبال أن تصير في يده ذهب وفي يد غيره تراب فأبى، لأنه لو كان غناه بالذهب لذهب، ولو كان غناه بالدنيا لكان غناه، والنبي غناه لا يفنى لأنه ارتبط بالذي لا يفنى سبحانه وتعالى. فيقول قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء أي النفقة تكون للفقراء، فاللام هنا متعلقة بمقدر، أي أن النفقة المستحقة التي تكون على أعلى ما تكون أن يتحرى الإنسان بها هذا النوع من الناس، أي تكون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا في سبيل الله، أي إما لطلب العلم، حبس وقته لطلب العلم للوصول إلى الله، حبس وقته للعبادة، حبس وقته للجهاد في سبيل الله، فلا يستطيع أن يتاجر في الأرض فيتكسب، ولا يستطيع أن يبحث عن عمل ومهنة فيحصل منها على مال، فصار محتاجا لحاجاته الضرورية بسبب إحصاره في سبيل الله، حيث أنه أقام نفسه في ثغر من ثغور الإسلام لا تدر عليه ربح مال. ولذا يكون النفقة على هؤلاء أولى، يبقى على طلبة العلم، على الواقفين أنفسهم للفقه في الدين، على الذين أوقفوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله والدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين، هؤلاء لا يتدبرون، ليس عندهم مشاريع استثمارية تدر عليهم أرباح، ولا يزرعون في أرض ولا يصنعون في مصنع، فمن أين تأتي حاجتهم؟ فتكون النفقة لهم أولى. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيع أن يتعامل في الأرض للسعي لطلب الرزق، لأنه وقف وقته لطلب ما هو أعلى وأهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهم لا يظهرون طاقتهم لغير الله، فالإنسان الجاهل بحالهم يظن أنهم غير محتاجين لشيء، وهم محتاجون لكل شيء، لكن جعلوا حاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، تعرفوا كده بهيئته من حيث لبسه، من حيث مظهره، من حيث كلامه، من حيث هزاله وضعفه، دليل قلة طعامه وشرابه. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وإذا سأل يسأل من يظن أنه يعرف حاله، وإذا سأله لا يسأل أكثر من مرة ولا يسأل بالتكرار، فالإلحاف والتكرار في السؤال. لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وهذا حث للأغنياء الذين أوتوا عرض الدنيا أن يجعلوا أموالهم تكون في هذه الجهة، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها هي جهة الخير حقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول لأصحاب الأموال الطائلة في سورة قارون الذي أوتي أموال طائلة، قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. يبقى أهل الأموال المفروض يعملوا هكذا، يعني الوقت بعد إنفلونزا الطيور كان يستطيع تجار الدواجن، وكل الناس عارفة تجار الدواجن دول، ما أدراك ما تجار الدواجن في مصر، إحنا لا نشمت فيهم لأنهم إخواننا وأبنائنا وأحبابنا، لكن طمع الدنيا أعماهم منذ أكثر من 30 عاما، ونشأت تجارة الدواجن في مصر وهم يربحون فيها أرباح ضئيلة، وكلما ارتفعت الأسعار وزادت تجارتهم يرفعون الأسعار، فإذا انخفضت الأسعار وقلت الارتباطات، زي أما قللوا الضرائب كان المفروض أسعار الدجاج ينزل، أما قللوا عليهم الضرائب لا، ظلت أسعار الدجاج كما هي. لما ارتفع الدولار ارتفاع وهمي فرفعوا سعر الدجاج، لما انخفض سعر الدولار لم يخفضوه مرة أخرى بل ظل كما هو، مش كده برضه ده اللي عملوه؟ لما بقى الفقير مش لاقي ياكل
درجة الناس كانت تشتري الجناح، الفقراء يشتروا جناحة الايه وارجل الدجاج، يشتروا ارجل الدجاج واجنحة الدجاج علشان يعرفوا يطبخوا حاجة مش عارفين ياكلوا، وهم يربحون في الدجاجة الوحيدة حوالي 8 جنيهات في الدجاجة الواحدة، لا يقبل اقل من هذا. شوف سبحان الله، لما ربنا سبحانه وتعالى ارسل لهم الوباء الوقت يفتحوا المزارع بتاعتهم فيها مئات الالاف من الرؤوس يعرضوها على الفقراء حواليهم يخشوا عشان ياخدوا ما يرضوش، حتى الفقير ابى ان ياكل منهم صدقتهم الان بعد ما كانت الحكايه سهله. يعني الواحد لو حاول يتصدق لا يقبلها لو تصدق لا يقبلها الفقير، حتى لو كانت الدجاج بتاعهم ثبت صحته الا ان الناس استطاعت تعرفه يقول لك وانا ايه ضمني ما يرضاش ياكل. ودي ايه من الايات، وربنا ضرب هذه الايه ضربها في سوره القلم، يوم القلم وما يسترون اللي هو اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصومنها مصبحين ولا يستثنون، لما كان ابوهم عنده بستان وكان لما يجي يبني هذا البستان كل عام يدي عنوانه معاد الجن للفقراء، يوم يجتمع الفقراء حول البستان يديهم نصيب. لما مات ابوهم قالوا لا احنا عندنا نفقات كثيره، واحنا كان ابونا بيعمل الحكايه دي واحنا ما كناش موافقين، احنا احسن حل اننا نبني الثمار بتاعتها بالسر وما نقولش لحد. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها ربنا حرمه، لما أرادوا يحرموا الناس الفقراء ربنا حرمه. فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم، جالها وباء زي أنفلونزا الطيور. فهمت إزاي؟ جالها وباء لأنهم إيه؟ حرموا المسكين. أصل ما تعرفش إن الصدقة على المسكين والفقير ده بتمنع الأوباء وبتمنع كل، والكلام ده موجه لكل أهل الأموال الذين يتعاملون في الاموال الطائله ويتحكمون في الاسواق والاسعار ليعلموا ان غناهم بسبب الفقير، لولا استهلاك الفقير ما ارتمش، لان هو الفقير اللي بيشتري، هو المستهلك، هو اللي بيشتري وبيدفع، لولاهم ما كانوش لقوا حد يشتري بضعيف، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى لولا الفقير ما ارتمى الغني، يبقى يجب ان يكون الغني يحصل للفقير، لان الفقير له اليد العليا في الحقيقه، والغني له اليد العليا في الظاهر. الفقير في الحقيقة مفيش غني إلا بسبب الفقير. هات كده راجل عنده شركة مقاولات كبيرة كده وبيعمل مشاريع بالمليارات، وقاعد هو في المكتب المكيف، تجد إن سبب غناه وقعدته دي هو العامل الفواعي اللي بيشيل طوبة على طوبة ويشيل الزلط ويرفع، هو ده الفقير ده الغلبان ده هو ده سبب غنى هذا الرجل. لو امتنع هؤلاء اللي بيعملوا كل الفقراء دول يشتغلوا تحت إيده هيبقى راجل كبير مشهور؟ هيعرف يعمل اي حاجه؟ يبقى لولا جهد الفقير ما كان هناك غني اصلا. ليعلم الاغنياء ذلك. شوف ربنا بيقول واحسنوا كما احسن الله اليك، واحسن كما احسن الله اليك، اذا احسن اليك واعطاك يجب ان تعطي. اذا منعت يمنع. اللهم اعط ممسكا سلفا واعط ممسكا خلفا، ممسكا خلفا مش كده؟ احنا الكلام ده كله مش شماته ولكن عظه وعبره. عظه وعبره لينا كلنا. لان احنا كلنا ممكن نقع في هذا الموضوع. العالم اللي ربنا اعطاه علم ان ما انفقش منه وعلم الناس ربنا يتلف علمه، يا اما يتلف علمه بنسيان ويا اما يتلف عقله ويجيله جلطه يفقد النطق، لانه كان بيدخر علمه عن الناس ما بينفقش منه، لان المال للعالم هو علمه، والمال عند رجل الاقتصاد هو النقود، والمال عند صاحب العافيه هي عافيه. فيبقى كل انسان ينفق مما اتاه الله، صاحب العافيه ينفق من عافيته، وصاحب العلم ينفق من علمه، وصاحب المال ينفق من ماله، وصاحب الصلاح ينفق من صلاحه، وصاحب العباده ينفق من عبادته فيدعو للناس لان يرفع الضر عنهم. كل له دور في هذه الحياه ما تفتكرش، وعشان كده وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، وفي نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. كانوا بيبغوا الفساد في الارض، رفعوا الاسعار على الناس. كل ما الحكومه تحاول تسهل لهم اجراءات عشان يخفضوا السعر، ما يخفضوش السعر ابدا. لا تجار الملابس، ولا تجار الدجاج، ولا تجار اي حاجه في الدنيا. كل في مصر كده، اول ما يوصل السعر لمستوى معين، مهما عملوا اجراءات عشان يخفضوا الاسعار ما يخفضوهاش. مش كده برضه ده اللي حصل ولا لا في مصر؟ وفي كل بلاد العالم للاسف تعلمنا ذلك الجشع من الكفار. المسلمين ما يعرفوش الجشع ده، طول عمر تجار المسلمين لا يعلموا هذا الجشع ولا يعرفونه،
وانظر الى تجار الصحابه كيف كانوا يتعاملون، وانظر الى تجار التابعين كيف كانوا يتعاملون، وانظر الى التجار حتى في اول هذا القرن ايام الاقطاع اللي بيقولوا عليه اقطاع. كان حتى المسيحيين منهم اللي عندهم مصانع كانوا بيعالجوا العمال اللي عندهم على حساب المصنع، كان يعالجهم على حساب المصنع، وكان مع دخول المدارس يدي مكافئات، ومع دخول رمضان هو مسيحي. يعني كان بجوار بيتنا واحنا اطفال مصنع صابون ملك واحد مسيحي اسمه صليبه، في اكثر من اسم ده صليب، يعني من الصليب. هذا الصليبه ده المسيحي ده قبل ما يأمموا مصنعه، احنا شفنا العمال اللي كانوا بيشتغلوا عنده واللي اشتغلوا في المصنع بعد ما تأمم. هذا الصليبه ده ما كانش عامل يتجوز الا وكان ينقص ويساعد، ما كانش عامل يمرض الا ويعالجه، ما كانش عامل يجوز بنته الا ويقف معاه في تجهيزه، ما كانش عامل يجي مع دخول رمضان الا ويديهم وجبات تكفيهم طول رمضان، وهو صليبه. فما بالك بقى لو كان مسلم يعمل ايه؟ فاحنا عايزين نتعلم. وعلشان كده كان المصنع ايامه ايه؟ اول ما تأمم وابتدى بقى يمشي بالنظام الحكومي ايام انت عارفه وانا عارفه، ابتدى المصنع يكسب الى يومنا هذا بيكسب. ما شافش مكسب من ساعه ما صليبه سابه. هو الحكايه مش عشان صليبه او غيره، علشان بيحسن فربنا يحسن اليه. حتى يقبل الاحسان من الفقير من الايه؟ من الكافر ببركه في الدنيا. صحيح لا يعطيه عليه ثواب في الاخره، لكن يبارك له في ماله في الدنيا. ويديله بركه في الدنيا. لكن احنا بقى المفروض المسلمين يعمل الاحسان ده وينتظر الثواب في الاخره، لان احنا ناس امنا بالغيب واحبنا الله سبحانه وتعالى واثرنا الاخره على الدنيا. فلازم المسلم يختلف، اما يبقى محمد صاحب المصنع غير اما يبقى صليبه صاحب المصنع. مش كده برضه؟ لكن للاسف لما جه محمد مسك المصنع بوظ المصنع. ليه؟ لانه اتعلم الجشع ما اتعلمش الادب. فاحنا عايزين نرجع تاني على سيره سيدنا محمد تاني صلى الله عليه وسلم. كيف كان يؤثر نفسه صلى الله عليه وسلم على كل الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان لو اراد ان ياكل من الجنه لاكل صلى الله عليه وسلم، ولكن اراد ان يجوع كما يجوع كل الجائعين من امته صلى الله عليه وسلم، حتى يذوق ما يذوقه الجائع. وكان في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يجوع ويربط الحجر على بطنه كان يطعم الجيش من قليل من الطعام صلى الله عليه واله وسلم. ولكن هو لم يرد ان يطعم وغيره جائع صلى الله عليه وسلم، رحمه للعالمين. فهذه المساله كلها، فاحنا لازم نتعظ ونعرف ايه رب بيقول اهو، وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. اذا انفقت من خير، واذا خفضت الاطعام للناس، واذا عاونت الناس على معايشهم، فكم احسنت فيحسن الله اليك كما احسنت الى الناس. واذا اسات وفسدت في الارض ورفعت الاسعار على الناس فان الله لا يحب المفسدين، يستبدلك ويجيب غيرك، لان الله غني سبحانه وتعالى مستغن عنك. فكل واحد يراجع حياته، ربنا اقامه فين؟ عارف رب الاسره. رب الاسره على مستوى الزوج بس مع زوجته واولاده. اذا احسن لاولادي ربنا يحسن اليه، اذا اساء لاولادي ربنا يسيء اليه، اذا ضيق على اولاده ربنا يضيق عليه، اذا وسع على اولاده ربنا يوسع عليه. كل على مستواه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل واحد يراجع حاله مع نفسه. يراجع حاله مع نفسه، ربنا اقامه فين؟ ويبتغي فيما اتاه الله الدار الاخره. ولا ينسى نصيبه من الدنيا، يعني ياخذ من الدنيا بقدر الحلال الذي يكفيه، ويستمتع من زينه الدنيا بالقدر الذي يكفيه، دون ان يطغي نفسه، وفي نفس الوقت يحسن كما احسن الله اليه، ولا يفسد في الارض، ولا يغلط، يوم ربنا يبارك له. ادي هو ده المعنى اللي ربك سبحانه وتعالى بيقوله لك كثيرا في القران في ايات كثيره لمن يصل. للفقراء الذين اخسروا، اي النفقه تكون لمين؟ للفقراء. لا، النفقه بتوع الاغنياء اليومين دول يديها لمين؟ يديها للرقاصه لما يعمل فرح لابنه يكلفه 2 3 مليون. ويجيب لك رقاصه ترقص له في ربع ساعه فرح ابنه ولا بنته يديها 5000 و6000 جنيه و10000 جنيه، واسعار كده يمكن ما تخطرش في بالنا. ليه؟ لانه بينفق كده في الفساد. ربنا فتح له ابواب الفساد لكن مش فتح له ابواب الخير، لان هو قفل على نفسه باب الخير. لكن النفقه تكون لمين؟ للفقراء دول ده. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافه، وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. وقصه اصحاب الجنه في قصه في سوره القلم كل الناس حافظاها، حتى اطفالنا حافظينها. شوف لما حرموا الفقراء ربنا حرمهم. مش كده برضه؟ كلنا حافظين سوره القلم وكلنا بنقراها ليل نهار. لما تحرم الفقير ربنا يحرمك، تطعم الفقير ربنا يطعمك. كل واحد لازم يحط في مخه هذا المعنى. اخبرنا ابو عبد الله حسين بن شجاع بن حسين بن موسى البزاز ببغداد
قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم مو اليوم في الآخرة بألف سنة مما تعودون يبقى نصف يوم بخمسمائة سنة الفقراء يدخلوا قبل الأغنياء الجنة بنصف يوم طب الخمسمائة سنة اللي تأخرها الأغنياء تأخروها ليه؟ بيتحاسبوا على أموالهم لو حبيبا من أهل الجنة بس ربنا هيحاسبه من أين اكتسب وفيما أنفق فهيتأخر واحد محبوس في السؤال والثاني ما عندوش حاجة يسأل عليه اديتني ايه يا رب معزة وماتت خلاص خش يعني خلص اللي عليه كله ما عندوش حاجة انما الثاني حيوسع عن حاجات كتير فربنا يسلمنا ويكفي فقرا للفقراء هذا الحديث فقرا للفقراء عشان كده الانسان لا يتمنى الا ما اقام الله فيه هو ده عين الرضا صحيح ان اقامك في قلة العرض قلة العرض يعني ايه يعني قلة المال لان الفقر الحقيقي هو الفقر للشيء لكن ممكن يقيمك في قلة العرض يبقى ما فيش في جيبك مال لكن انت من اغنى الناس بالله الناس كلها تسألك تقول الحمد لله ومش عايز حاجة تاني شراء له يبقى الفقر ليس الفقر عن قلة العرض ليس الفقر عن قلة العرض الفقر الحقيقي بقى الفقر الحقيقي هو الفقر ايه للدنيا الافتقار للدنيا عدم القناعة الفقر الحقيقي هو الطمع يبقى ايه يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى ليس الغنى بالعرض وليس الفقر عن قلة العرض مش كده برضه ويقول الامام الشافعي الامام الشافعي ليه اشعار جميلة يا ريت كل الناس تحفظها يقول علمت ان القناعة رأس الغنى القناعة الحقيقية هي برأس الغنى علمت ان القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها منكسر فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك لا بيمسح بوق لده ولا بيقف على باب ده عشان ياخد حاجه هو قانع ومبسوط مستغني عن الناس كلها فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم فصرت غنيا بلا درهم غنيا بالله امر على الناس شبه الملك ادي الكلام فهمت والامام الشافعي يقول الغنى عن الشيء لا به لان لو كان غناك بالذهب لذهب كده ربنا سمى ذهب عشان بيذهب وسماها فضة عشان بتنفض وسمى دينار عشان دين ونار مش كده برضو وسمى درهم علشان يدر الهم فكل حاجة من اسمها تقرف منه يعني لو وسمى الفلوس فلوس عشان من الفلس لغناء الفلوس يفلس واللي غناء الذهب يذهب واللي غناء الفضة ينفض واللي غناء الدينار أوله دين وآخره نار والحكاية واضحة فنسأل الله السلامة يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم أظن كل الأغنياء يوم القيامة هيتمنوا كانوا يبقوا فقراء ده واضحة يعني فيبقى عمرك ما تشوف غني وتحسده على غناه بل ده انت تشفق عليه من غناه دي الحقيقة بقى لأن الغنى يدر الاستغناء والطغيان ويدر الكبر فالطغيان والاستغناء والكبر مهالك فوق ذلك وقبل ذلك يسأل عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه شوف المصائب كلها اللي واقع فيها فكأن الغني ده في مصيبة وانت عايز تنقذه منه تقوم تنظره بنظر العطف ونظرة الشفقة لا بنظرة الطمع فيما في جيبه دي الحقيقة وعشان كده لو عرض الغنى على النبي بالعرض رفض صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف الدنيا على حقيقة صلى الله عليه وآله وسلم
وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس الحيري ببغداد قال حدثنا أبو أحمد حمزة بن العباس البزاز ببغداد قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا محمد بن أبي الفرات عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان. قال فقيل من المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد ما يغنيه ويستحي أن يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. المسكين هو الذي لا يجد ما يغنيه، يعني بحثه في قلبه لا يعلمها إلا الله، وفي نفس الوقت راضي بما أقام الله به. وربنا قال إنما الصدقات إيه؟ للفقراء والمساكين، فربنا هيتصدق عليه، هتصدق عليه بقى بصراحة ذاته سبحانه وتعالى. الذي لا يجد ما يغنيه ويستحي أن يسأل الناس، يستحي أن يسأل، يعني يستحي من الله أن يسأل الناس، مش يستحي من الناس. خد بالك الحديث لازم تفهمه صح، مش بيستحي من الناس، هم الناس أصلا لا وزن لهم عنده إلا بعلاقتهم بالله، ولكن هو يستحي من الله، وعشان كده الحياء من الإيمان. يستحي إنه يسأل الناس لحسن إيه؟ كأنه بيشتكي ربه. يبقى يستحي من الله أن يسأل الناس. فهمت بقى؟ ده المسكين صحيح اللي هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينوي على علو مقامه. ويستحي أن يسأل الناس ولا يفطن له، لا يفطن له يعني ما حدش يعرفه ويدركه، ليه؟ لأنه يحسبه مجاهل وأغنياء من التعفف. فيتصدق عليه. قال الأستاذ معنى قولي يستحي أن يسأل الناس أي يستحي من الله، من الله تعالى أن يسأل الناس، لا أنه يستحي من الناس. قال الأستاذ، أما يقول الأستاذ هنا يقصد مين؟ أبو علي الدقاق اللي هو شيخه، شيخ المصنف اللي هو شيخ الأستاذ أبو علي الدقاق. والفقر شعار الأولياء وحلية الأصفياء واختيار الحق سبحانه لخواصه من الأتقياء والأنبياء. يبقى الفقر، الفقر إلى الله والافتقار إلى الله حقيقة، مش المسألة مسألة عرض في الدنيا، يعني قد يكون معه العرض في الظاهر لكن هو مفتقر إلى الله في الباطن. لكن الفقر إلى الله الحقيقي لحلية الأولياء، شعار الأولياء وحلية الأصفياء واختيار الحق سبحانه لخواصه من الأتقياء والأنبياء. والفقراء تقوى الله عز وجل من عباده ومواضع أسراره بين خلقه، بهم يصول الحق الخلق وببركاتهم يبسط عليهم الرزق. لو لم يكن في الفقر فضيلة إلا أنك تقول يا ربي يا ربي فيرجعك إلى الله لكفى هذه الفضيلة. ولكن الغنى قول مالي مالي، ولا تقول ربي ربي، والفقير يقول ربي ربي، ففرق كبير بين من يقول ربي ربي ومن يقول مالي مالي. ولو لم يكن للفقير فضيلة إلا أنه يتمنى رخص الأسعار على الناس، لأنه هو من الناس فرخص الأسعار يعود عليه أيضا لكفته. ولو لم يكن للغني رذيلة إلا أنه يتمنى زيادة الأسعار حتى يزيد أرباحه لكفته هذه الرذيلة في الرزاق. ما هو الغني تاجر والتاجر عايز الأسعار تعلى، مش كده برضو؟ والفقير عايز الأسعار ترخص، واللي عايز الاسعار ترخص فضله اجل، اللي عايز الاسعار تغلى، لان اللي عايز الاسعار ترخص هيكثر على الناس، واللي بيكثر على الناس ربنا ييسر عليه. فيكفي الفقير فضيله انه يتمنى رخص الاسعار. تصور انت مثلا ان يبقى معكش انت دولارات في البنك في رصيدك، تبقى متمني ان الدولار ما يزيدش سعره، لان انت ما عندكش، وانت عارف ان لما يرخص سعره الاسعار هترخص في الاسواق، مش كده؟ تقوم تتمنى. لكن لما يبقى عندك مليون دولار في البنك كل يوم تشوف سعر الدولار كام عشان لما يغلى تطمئن وتستريح. فشوف بقى فرق بين اهتمام الغني بمصلحته الخاصه واهتمام الفقير بمصلحه الناس العامه، فرق كبير. فيكفي الفقر هذه النعمه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل مصلحه المسلمين هي مصلحتنا، لان ايه؟ المسلم
ايه اللي هو يهتم بامر المسلمين، فمن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. والفقراء الصبر جلساء الله تعالى يوم القيامة، يعني خواص الله. جلساء لا يعني خواص الله، يعني يجلسهم في مكانة مخصوصة، مكانة الكرامة، مكانة الرضا، مكان مقام الرضا، مقام القناعة. دي مقامات يمكن لا يدركها الغني بالمال، لا يدرك مقام الرضا الغني بماله، ولا يدرك مقام القناعة الغني بماله، ولا يدرك مقام الافتقار إلى الله واللجوء إلى الله ودعاء الله والطلب من الله إلا الفقير. أما الغني فلا يدرك مثل هذه المقامات. والفقراء صفوة، الفقراء الصبر يعني الصابر على فقره، الراضي بما أقامه الله، القانع بما أقامه الله وأعطاه، جلساء الله تعالى يوم القيامة. لذلك ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء الفزاري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خشيش البغدادي قال حدثنا عثمان بن معبد قال حدثنا عمر بن راشد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء مفتاح، ومفتاح الجنة حب المساكين. والفقراء الصبر هم جلساء الله، هم جلساء الله تعالى يوم القيامة. مفتاح الجنة ايه؟ حب المساكين. تصور انت لو كل واحد عنده اموال طائلة بيحب المساكين، كنت هتجد محتاج في الارض؟ لا تجد محتاجا على الارض. يعني في احد علماء الاقتصاد قال ان الاربع نقاط اللي ربنا قالهم في سورة القصص لو رعاها الاقتصاد العالمي لا تجد فقير على وجه الارض، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين. اللي هو ايه؟ وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض. يقول لو قام الاقتصاد العالمي او في اي دولة من الدول على الاربع نقاط دي، الاسس دي، المبادئ دي، لا تجد فقير على وجه الارض. لان رب سبحانه وتعالى بيطلع من الارض ارزاق تكفي اضعاف من عليها من الناس، فلا يجوع جائع الا بتخمة غني كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يجوع جائع الا بتخمة غني. لكن الارض مليانة ارزاق، ده بيرموا القمح في المحيط عشان ما ينخفضش سعره. ده فعل الكفار، فعل الكفار، لدرجة ان السمك ياكله يتوحش، والرب مش عايزين يأكلوا بيه بني ادمين. وبعدين في الاخر يقول لك حقوق الانسان، اي انسان؟ الانسان اللي هم نفسهم يقتضي حقوق الانسان نفسه، بس هو نفسه الانسان الابيض الاوروبي بس هو الذي له حق في الحياه، اما غيره فليس بانسان. فاي مواثيق يعملونها يعملونها لصالحهم هم، ويطبقونها لهم هم، ولا ينظرون لاي بشر اخر. لكن شوف الاسلام بقى، ربنا يقول لكل في كل كبد رقده اجر، تعدينا حتى حدود الانسان الى كل ما على الارض من الاكوان، في كل كبد رتبة اجر. شوف الفرق بين المسلم وبين غير المسلم. المسلم حتى لم يراعي الا اهل جنسه فقط، وغير المسلم، اما المسلم سيراعي كل خلق الله على الاطلاق. احنا في ديننا من دخلت النار في هرة حبستها، وفي ديننا من دخلت الجنة في كلب سقط، وهي ايه؟ وهي كانت بغية من بغايا بني اسرائيل. شوف قد ايه دلنا في دين الرحمه، ليعلم الناس واهل الارض جميعا ان هذا هو ديننا. ولكن على ابنياء المسلمين الان من اهل البترول ومن من الامراء ومن الملوك ومن غير ذلك ومن الوزراء ومن التجار الكبار يعلموا هذه الحقائق، علشان يشعروا الناس بعد ذلك بالفرق بين الغني المسلم وبين الغني الكافر، وبين نظره المسلم للمال ونظره غير المسلم للمال. وقيل ان رجلا اتى ابراهيم بن ادهم بعشره الاف درهم فابى ان يقبلها منه. يعني سيدنا ابراهيم بن ادهم اصلا كان من الامراء، وترك الاماره وترك هذا كله وتفرغ لعباده الله وجهد في الدنيا وصار يسيح في الارض، وكلما جاء على حساب يشتغل ان شاء الله حمال، حتى انه وجدوه مره بيحمل حزبه حطب علشان يشتغل حمال، يعني شيال، وهو كان اصله امير، علشان يجد قوت يوم. فأحد الصالحين لما شافه بالمنظر قال أحملها عنك يا إمام. قال لقد بلغني عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
من وقف موقف ذلة في طلب الرزق الحلال غفر له ذنوبه. يبقى انت لما تقف موقف فيه نوع من المهانة في مهنتك علشان تطلب الرزق الحلال ربنا يغفر لك ذنوبك. تشوف انت بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل الانسان وهو رايح كده يخرج من باب بيته علشان يسعى في طلب الرزق ويهين نفسه احيانا يوم يتعرض مثلا لبعض الوسائل، هتلاقي الميكانيكي ايده كلها شحم، وتلاقي الجزار ايده كلها دم، وتلاقي الجراح ايده كلها صبيب، وتلاقي ده ايده كلها يعني فيها نوع من المهانه، يمكن يحط ايده في ساع المجاري يقعد يسلك اللي بلاليع الناس كلها نجاسه، كل ده في طلب الرزق الحلال. فكل العالم دي مغفور له طول ما انت ماشي كده، الناس دي مغفور لها برحمه ربك سبحانه وتعالى. فالمؤمن بيدي لسيدنا ابراهيم ابن ادم 10,000 درهم، يقول له انت يعني مقامك عالي، خد دول تستغني بيهم طول ما تحتاجش كل شويه تشتغل حارس مره، تشتغل شيال مره، تشتغل وانت راجل عالم كبير كلامك مع الناس بتحفظه. قال له تريد ان تمحكني من ديوان الفقراء ب 10,000 درهم؟ لا، هو عايز يبقى في ديوان الفقراء عشان يدخل الجنه قبل الاغنياء ب 500 سنه، فهو هياخد ال 10,000 دي يطلع منها ويتاخر 500 سنه، يبقى دي نظرته النظره آجله للامور. وقال معاذ النسفي: ما اهلك الله تعالى قوما وان عملوا ما عملوا حتى اهانوا الفقراء واذلوهم. لعلمك بقدر ما تعامل الفقير زي ما تعامل الغني بقدر التواضع في قلبك. لكن لو عاملت الغني معاملة والفقير معاملة اعرف انك انت من اهل الكبر، ولا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال ذرة من كبر. لو عاملت الفقير كما تعامل الغني بالضبط بالضبط، لا تكرم الغني لغناه ولا تهين الفقير لفقر، بل الكل عندك سواء لانهم كلهم عباد لله. اذا عملت الكل بالضبط سواسية عندك اعلم ان ربنا سبحانه وتعالى اقام التواضع في قلبك فتحمد ربك على هذه النعم، والا فعليك ان تحصل هذا الخلق، لان لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، نسال الله السلامه. وقيل لو لم يكن للفقراء الى الله فضيله غير ارادته وتمنيه سعت ارزاق المسلمين ورخت اسعارهم لكفاه ذلك، لانه يحتاج الى شرائها والغني يحتاج الى بيعها. لا، زي ما قلت لك في الاول ان الغني تاجر، فالتاجر يهمه غلاء الاسعار عشان يزداد ربحه، والفقير ليس له في هذا الامر، يهمه رخص الاسعار لانه هو اللي بيشتريها. فاحتياج الفقير يعني احتياج الفقير من الله انه يرخص الاسعار للناس، هذا الهم او الهمه تجعل ثوابه عند الله عظيم اكثر من الثاني الذي يريد ان يرفع الاسعار على الناس ويصعد عليهم حياته. هذا لعوام الفقراء، فكيف حال خواصهم؟ لان هناك الفقر انواع. الفقر بدايته الزهد في الدنيا وعدم طلب الدنيا، هذا في بدايته. ثم بعد ذلك البراء عن رؤية الملك لغير الله، فحتى لو ملكه الله لا يرى نفسه مالكا لشيء، بل هو ملك الله. والفقر عند خواص الخواص هو البراء من رؤية البراء، أي لا يرى نفسه أصلا متبريا، فلا يرى مع الله أحد، لا يرى حتى فقره إلى الله، لأنه لا يرى إلا الله، فانشغل بربه سبحانه وتعالى عما سواه. وعشان كده بيقول هذا لعوام الفقراء اللي هم زهدوا في الدنيا يعني، فكيف حال خواصهم الذين تبروا من الملك وجعلوا الملك لله، ثم تبروا من رؤية البراءة في نفسها. سمعت الشيخ عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت عبد الواحد بن بكر يقول، سمعت أبا بكر بن سمعان يقول، سمعت أبا بكر بن مسعود يقول: سئل يحيى بن معاذ عن الفقر فقال: حقيقته ألا يستغني العبد إلا بالله. حقيقة الفقر الغنى بالله، ورسمه رسمه يعني الصفة الظاهرة فيه عدم الأسباب كلها، يعني ترك الأسباب كلها اعتمادا واستنادا، مش تركها أخذا، بل يأخذ بالأسباب ولكن لا يعتمد عليها ولا يستند إليها. يبقى ترك الأسباب كلها اعتمادا واستنادا لا أخذا، فالأخذ بالأسباب عبادة، ولكن الاستناد إلى الأسباب والاعتماد عليها شرك. يبقى هنا يقصد هنا إيه؟ وعدم الأسباب كلها، أي اعتمادا واستنادا ثقة فيها دون الله،
وتوكلا عليها دون الله. هو ده بقى اللي افتقر الى الاسباب. اما المسلم الفقير الى الله ياخذ بالاسباب غير ملتفت لها. قال في الحكم: ما احببت شيئا الا كنت له عبدا. مش كده بقى؟ ما احببت شيئا الا كنت له عبدا. اذا احببت المال تبقى عبد المال، اذا احببت المنصب عبد المنصب، اذا احببت المظهر عبد المنصب. المظهر مش كده؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصه، تعس عبد القطيفه، تعس وانتكس، واذا شيك فلم تقش. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بل لو الانسان حتى احب هواه وشهوته صار عبدا لهواه وصار يعبد هواه. ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله. ما احببت شيئا الا كنت له عبدا وهو لا يحب ان تكون عبدا لغيره. وسمعته يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت ابراهيم القصار يقول: الفقر لباس يورث الرضا اذا تحقق العبد فيه. يعني الفقر الى الله اذا تحقق العبد فيه ثمرته ايه؟ الرضا. اذا تحقق العبد بالفقر الى الله فايه؟ رضا بما اقامه الله، يعني قنع. مش كده برضو؟ وقدم على الاستاذ ابي علي الدقاق فقير في سنه 95 و300 من زودا دي بلد، وعليه مسح وقلنسوه مسح. مسح يعني قماش رقيق الحال كده، يعني بسيط، قماش بسيط كده. المصريين يقولوا عليه دمور، يقولوا عليه خيش، يقولوا عليه اي حاجه رخيصه، حاجه رخيصه يعني. فلابس ايه الثوب بتاعه؟ ثوب رقيق، والظاهر اتبقت حته من الثوب فعملها طاقيه كمان، وعليه قلنسوه من نفس لون الثوب بتاعه، وعليه وقلنسوه مسح. فقال له، كان زمان كده الفقراء يعمل ايه؟ يدي للراجل التردي يقول له لو اتبقت حته اعملها لي طاقيه، لانه معهوش فلوس يجيب طاقيه كمان. فتلاقيه لابس ايه؟ الجلابيه، والطاقيه لون الجلابيه. دي علامه برضه الاحتياج، انما الثاني بقى الغني يلبس الجلابيه اخر شياكه، وبعدين يدور على طاقيه تليق عليها، وبعدين يدور على كوفيه يعني مش، وبعدين شراب يليق على الجلابيه، وبعدين يجيب عصايه، وبعدين شغلانه بقى يعني مواويل، ويمكن يحط لك ورده هنا كمان، ويبقى ماشي بقى يا رب تهدم عليك يا اخي. انما الفقير مش كده. فجالهم الراجل الفقير ده عليه ثوب رخيص ولابس قلنسوه من نفس لون الثوب، يعني دليل فقر حالي يعني. فقال له بعض اصحابه بيهزر معاه يعني: بكام اشتريت هذا المسح؟ الثوب بتاعك ده اشتريته بكام؟ على وجه المطايره يعني الممازحه يعني. فقال: اشتريته بالدنيا وطلب مني بالاخره فلم اعيه به. ايه الحلاوه دي؟ يعني هو اشتراه بانه باع دنيته كلها، حط دنيته كلها واشتراه. ولما الناس قالوا له: طب اديني ثوب التقوى اللي انت لابسه ده وثوب الفقر الى الله الذي في قلبك بالاخره كلها، ما اقدرش ادهوله، لان الاخره لا تقوم بالدنيا. يبقى العبره بالثوب الذي لبسه القلب لا بالثوب الذي لبسه الايه؟ القالب. في فرق بين الثوب اللي يغطي القالب والثوب اللي يغطي القلب. مش لباس التقوى ذلك خير؟ لباس التقوى ده في القلب، ولباس الثياب ده على البدن. فبيقول له: انت ما تبصش على اللباس اللي في البدن ده، اتعرض عليا بالاخره ما رضيتش. بيكلموا بقى على لباس التقوى. سمعت الاستاذ ابا علي بن الدقاق يقول: قام فقير في مجلس يطلب شيئا فقال: اني جائع منذ 3 في مجلس فيه علماء وناس طيبين اكابر كده، فواحد الظاهر بقى له 3 ايام ما كلش، فقام قال: اني جائع منذ 3 وكان هناك بعض المشايخ، فصاح عليه وقال: كذبت، ان الفقر سر الله وهو لا يضع سره عند من يحمله الى من يريد. يعني ولا يضع سره، اي افتقاره، افتقار العبد لربه، لا يضع هذا الافتقار اليه سبحانه وتعالى في قلب من يحمله الى غيره من الخلق ارادة وطمعا فيه. يبقى انت طالما طمعت في غيره يبقى انت كذاب، انت مش فقير الى الله طالما طمعت في غيره، لان الفقر الى الله ده سر الله لا يضعه في قلب، لا يتوجه هذا القلب الى غيره بالاراده ابدا،
بل إرادته كلها متوجهة إلى الله، وإن كانت في العبارة بعض الوهم والإيهام، لكن هو معناها كده، لكن هي العبارة نفسها مهمة. وهو أحيانا العلماء يحبوا، علماء الصوفية يحبوا يدي لك العبارة مهمة حتى لا يفهمها إلا أهلها. هم طريقتهم كده، يقول لك أصل إحنا بنبيع بضاعة غالية مش كل واحد يفهمها، فيروح قايل العبارة مهمة علشان اللي قاعد مش منهم يقول ايه الناس اللي بتهضم دول، ده بيقولوا كلام ملوش معنى، يقوم ما يجيش تاني، واللي منهم يفهم معنى العبارة يفضل قاعد تاني. هو دي طريقتهم علشان مش عايزين يشوشوا نفسهم بمن ليس منهم. فتملي تجد عباراتهم احيانا تجد فيها كثير من الايهام في التركيب كده. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن الصراء يقول، سمعت زكريا النخشبي يقول، سمعت حمدون القصار يقول: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا، إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء. إبليس وجنوده هيفرحوا، يفرحوا بالنكد، أي حاجة تبعدك عن ربك تفرح إبليس. يبقى ما يقول لك يفرحوا بثلاثة أشياء يعني تجنب هذه الأشياء، طالما حاجة تفرح إبليس يعني تجنبها، مش كده برضه؟ رجل مؤمن قتل مؤمنا، دي تفرحهم قوي، لأن دي من أكبر الكبائر قتل المؤمن. ورجل يموت على الكفر ينبسطوا قوي علشان أهل النار لا. وقلب فيه خوف الفقر، يا ده يفرح بيه قوي بالقلب ده. يعني متوكل على الله، يعني متصور ان ربنا هيحييه وينساه في الرزق، وربنا بيقول ما من دابة في الارض الا على الله يرزقها. يبقى ازاي انت خايف من الفقر وانت اصلا عبد لله؟ ازاي هو هينساك؟ هو نسي الطائر، نسي الدواب ده، النملة اللي هي ليست لها اي قدرة على التفكير ولا عندها حتى ضعيفة، ده النملة دي مجرد انك انت تعطس قدامها تطير 10-100 نملة، مجرد هواء اللي طالع منك، نفي النملة الضعيفة دي. يبقى ربك ما بينساش حد سبحانه وتعالى، لا ينسى احد. وانت في بطن امك يعني مين اللي اكلك واطعمك يعني؟ كنت انت ليك يعني ترتيب؟ قاعد بترتب يعني بتشتغل كل يوم في بطن امك توضب لها الامعاء وتوضب لها القلب يدق علشان انت تاكل؟ هو ربك هو اللي خلاه يدق، وهو خلى كل حاجة تلف وخلاك تاكل، وتاكل من سرتك مش من بقك. يعني بياكلك من حتة انت ما تحلمش تاكل منها. وبيشبعك. مين اللي دبر لك الامور دي كلها؟ ما هو ربك. ما انساكش وانت لسه قبل ان ايه؟ قبل ان تنبت لك الاسنان اطعمك، وقبل ان ينبت لك حتى العقل يتم فيك والحيله، فتفتكر نفسك بعد وجود الحيله والنطق والكلام والقدره انه هينساك؟ عيب، عيب يا ابو الفضل. علشان كده يفرح قوي الشيطان من اللي خايف من الفقر. والناس كلها دلوقتي هم الرزق وهم الخلق. محبوبه بهم الرزق وهم الخلق. ليه يا ابني؟ ايه المشكله يعني؟ هو نسيت قبل كده انت جوعت؟ جوعت في يوم؟ طب اي واحد فينا في اللي قاعدين كده من يوم ما ربنا خلقه مره جاع وطلب اكل ما لقاش حتى لقمه احد؟ طب امال خايف ليه من غلاء الاسعار؟ الان ليه بقى؟ ليه الان يعني؟ قلقك ده ضعف في الايمان، يفرح الشيطان. فيبقى سيب ربك. وعلشان كده لازم الانسان يشوف ما سبق من فضائل الله عليه وفضل الله عليه، يقوم يحكم بيه على مستقبله. اللي ما انساكش في الاول هينساك في الاخر. ما تفتكر الاول كنت ايه والوقت بقيت ايه، مش هينساك برضه. افهم، وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي، افتمنعني بعد وجود ضعفي؟ مش كده برضه؟ مش ربك بيقول هو اللطيف، الله لطيف بعباده؟ مش القرآن ده كلام الله وهو قديم؟ يعني ربنا لطيف بعباده قبل خلق عباده. وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي، أفتمنعني منها بعد وجود ضعفي؟ مستحيل. افهم. عشان كده الشيطان يفرح قوي بالعبد اللي همه هم الرزق، وقلقان من الفقر، وخايف من الفقر. خايف من ايه بس؟ هم الرزق وهم الخلق والهوى والشيطان والنفس هي الحجب التي تحجبك عن الولاية.
لو عديت الخمس حجب دي بقيت ولي من اولياء الله ويصير دعائك مستجاب. اعبر هذه الحجب، لو عبرتها بقيت ولي كبير، نعمل لك قبه وندفنك فيها ونعمل لك مولد. شوف قد ايه، ويمكن نجيب مراجيح جنبك بس شد حيلك. ايوه. النفس والشيطان والهوى واهم الخلق واهم الرزق. هناك في الشرح الحاشيه بتاع الشيخ الكبرياء يقول ايه؟ والقلب فيه خوف الى الله تعالى. يعني طبعا الله تعالى لا مش مناسبه، لا مش كل التفسير بس ده يفرح، ده يفرح الشيطان خوف من الفقر. لا الفقر، الفقر الى الله ده هذا يخذل الشيطان. وسمعته يقول اصل ممكن تبقى عندك مثلا حرف نفي ساقط، ولو حطيت حرف نفي تتعدل الحاجات اللي مش متراجعه، مش متراجعه. وسمعته يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول، سمعت ابا جعفر الفراغاني يقول، سمعت الجنيدي يقول، يا معشر الفقراء، يعني الفقراء الى الله، يعني انكم تعرفون بالله وتكرمون لله، فانظروا كيف تكونون مع الله اذا خللتم. شفت بقى، انكم تعرفون بالله وتكرمون لله، فانظروا كيف تكونون مع الله اذا خللتم به. يكفيك فخرا ايها الفقير الى الله ان كفاك هم طلب الدنيا وجعلها في قلب غيرك وجعل همك طلبه سبحانه وتعالى. يبقى في فرق، انت همك تطلب من الله وهم غيرك يطلب من الدنيا، يبقى اني اكرم؟ الاكرم اللي همه مع الله، ده يقول يا رب يا رب والتاني يقول يا ارض يا ارض، مش كده برضه؟ بيضرب في الارض، يبقى فرق كبير. سمعت الشيخ عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول، سمعت محمد بن عبد الله الفرعوني يقول، سمعت الجنيدي وقد سئل عن الافتقار الى الله سبحانه وتعالى، اهو اتم ام الاستغناء بالله تعالى؟ فقال، يعني هل الفقر الى الله اتم اعلى ولا الغنى بالله اعلى؟ ايه الكلام اللي سيدنا الامام الجنيدي بيقول ايه بقى؟ بيقول اذا صح الافتقار الى الله عز وجل فقد صح الاستغناء بالله، وإذا صح الاستغناء بالله تعالى كمل الغنى به، فلا يقال أيهما أتم الافتقار أم الغنى، لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. يعني المفتقر إلى الله مستغني بالله، والمستغني لله مفتقر إلى الله، فما تقوليش أيهما أفضل، ده لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. شفت الجمال؟ وسمعته يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت جعفرا يقول، سمعت رويما يقول، وقد سئل عن نعت الفقير، نعت يعني صفة الفقير إلى الله يعني. فقال إرسال النفس في أحكام الله تعالى، يعني أن تكون مع الله على ما يريد، هذه معنى الفقر إلى الله. وقيل نعت الفقير ثلاثة أشياء، صفة الفقير يعني ثلاثة أشياء، حفظ سره، يعني حفظ سر الله فيه. هيشتكي ربنا يعني؟ هيشتكي لمين؟ يعني هيقول لمين؟ مين يملك اصلا مع الله عشان تقول له؟ وهل ربنا نسي علشان تذكره؟ وعشان كده تلاقي ايه؟ حاله بينه وبين ربه سر لا يبديه لاحد. سيدنا يعقوب قال ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. فانت تلاقيك وانت في وسط الناس لا يشعر بك الا ربك. دي الحقيقة. فتلاقيك وحيد في وسط ايه؟ في وسط المجموعة الناس، وتلاقيك في خلوة في وسط الجلوة. نعت الفقير ثلاثة أشياء، حفظ سره وأداء فرضه وصيانة فقره، عن أن يمتهن ويبتذل وأن يطلع عليه الناس. يطلع عليه الله، إنما يطلع عليه الناس عشان الناس تمصمص شفايفها وتتعب عليهم ويدولك حاجة، ده عيب منك. يعني هم ربك ارحم بيك من الناس، انت منتظر الناس تصعب عليك؟ تصعب على الناس يعني؟ ده انت بالطريقه دي هتصعب على الكافر مش هتصعب على الناس. لا، خلي امرك مع الله بقى سبحانه وتعالى. وقيل لابي سعيد الخزاز
لما تأخر عن الفقراء رفق الأغنياء؟ ليه الفقراء بيتأخر عليهم رفق الأغنياء؟ يعني مساعدة الأغنياء بتتأخر أحيانا مع أنهم لهم حق في مال الغني، مش كده برضو؟ يعني المال اللي بياخده الفقير من الغني ده ماله برضو، حقه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، يعني ملك الفقير. فبيقول له بيسأله لما تأخر عن الفقراء رفق الأغنياء؟ فقال لثلاث خصال: لأن ما في أيديهم غير طيب، لأن كل أموال الأغنياء اختلط فيها الإيه؟ الحلال بالحرام. فاللي بيأخر وصول رفق الفقراء وجود الحرام في أيدي الأغنياء، لأن ربنا يغار على الفقراء أن يأكلوا إلا الحلال. لأن ما في أيديهم غير طيب، ولأنهم غير موفقين، ولأن الغني بغير الله غير موفق، ولو كان موفق لأحب المساكين وسارع إليه. فإذا تأخير صدقتي لعدم توفيقي ده سبب آخر. ولأن الفقراء مرادون بالبلاء، ولأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتلي الفقير بفقره ليرفع درجته، فيقوم يأخره شوية عشان يرفع درجته. وقيل أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: إذا رأيت الفقراء فسائلهم كما تسائل الأغنياء، فإن لم تفعل فاجعل كل شيء علمتك تحت التراب. السلام هنا موجه لسيدنا موسى في الظاهر، لكن موجه لبني إسرائيل في الحقيقة، لأن سيدنا موسى مبلغ لله، مبلغ عن الله لبني إسرائيل، فهو الواسطة بين الله وبين بني إسرائيل. سيدنا موسى طبعا متواضع، لكن بني إسرائيل ما يتعاملوش إلا مع الأغنياء، الغني بس هو اللي يكلمه لغناه ويحترمه لغناه طول عمرهم كده حتى في نهاية سيدنا موسى. وربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ إذا رأيت الفقراء فسائلهم، يعني حدثهم وتبسط معهم في الحديث كما تسائل الأغنياء، كما تتبسط مع الأغنياء وتتحدث مع الأغنياء وتتواضع مع الأغنياء. يعني عامل الفقراء بالملاطفة كما تعامل الأغنياء بالملاطفة. فإن لم تفعل أيها الإنسان فاجعل كل شيء علمتك تحت التراب. يبقى كل شيء تعلمته من الوحي من قبل الله عز وجل، ما لم تفعل هذه الخطلة يكون عليك يوم القيامة حج عليك ولا يكون لك. فهمت ازاي؟ الفقير والمسكين هو حاجة واحدة، اذا افترق اجتمع، واذا اجتمع افترق. لما اقول الفقير والمسكين جمعناهم كده يبقى اقصد فيه فرق دقيق بينهم. الفقير اللي هو مش لاقي حاجة خالص، والمسكين اللي هو عنده جزء لكن ايه ما يكفروش. الفقير ما بيشتغلش خالص، ما عندوش اي دخل كويس، والمسكين محتاج كل يوم 10 جنيه عشان يستر عياله، لكن بيشتغل طول النهار ياخد 5 جنيه يبقى ده مسكين، لانه عايز 5 جنيه ثانية في الصبح. لكن الفقير ما بيدخلوش ولا جنيه اصلا، فاهم؟ لكن لما اقول الفقير يبقى يدخل مع المسكين، ولما اقول المسكين يدخل مع الفقير. يعني الفقير مش لاقي اللبن والمسكين لاقي اللبن. عارف يعني ايه اللبن؟ سألنا الشيخ اسماعيل صادق العدل يعني ايه اللبن يا فضيلة الشيخ. مولانا اسماعيل ده كان ربنا بسطه، يعني كان عنده بسط جميل كده، كان يجيب لك المعاني الدقيقة بطريقة نكت رضي الله عنه ورحمه الله. فقعد يفكر كده عايز يقولها لنا بطريقة، يعني اصل بيبقى حدث الجلسة بتاعته يعني تجار وناس عوام وناس ما بيعرفش يقروا ويكتبوا، عايز يتكلم كلام بسيط كل الناس تعرفه. قعد يفكر كده وقال هقول لك: انت لما تحط ايدك في جيبك وتطلع فتله من جيبك فيها اثر حلاوه بتاعت المولد حطيتها من كذا سنه، فتروح حاطط الفتله دي ببقك تمص الحلاوه وترميها، او الحلاوه اللي في الفتله دي اللبن. فهمت بقى؟ يبقى الفقير مش لاقي اللبن، مش لاقي اللبن، لكن الغني عنده اللبن، عنده الفتله اللي فيها حته حلال، ده المسكين. فهمت بقى يا سيدي؟ يعني معنى كلامه ان الفقير ليس له عنده نعمه ولا اثر نعمه، لا نعمه ولا اثر نعمه، لكن المسكين عنده اثر النعمه، باقي شويه رز في الحله ملزوقين فيه، يبقى ده مسكين. انما الثاني الحله على الحديده، او يمكن بقى الحل. فهمت بقى؟
وروي عن ابي الدرداء انه قال لان اقع من فوق قصر فاتحطم احب الي من مجالسه الغني، يعني من مجالسه الغني لغناه، يعني من اجل الغناء. شوف انت الناس دلوقتي تتباهى يقول لك انت تعرفش انا كنت قاعد مع مين؟ انا كنت قاعد مع فلان الفلاني، ده رجل اعمال كبير ملياردير يتباهى. فهمت ازاي؟ لا، ده بقى يقول لك انا لو قعدت مع الغني من اجل الغني، ده انا لو اقع من فوق واتهد كده واتكسر، او على الاقل جسمي يتكسر احسن ما ديني يتكسر، احسن ما قلبي وتعلقه بالله يتكسر، ويبقى تعلقه بالغني مش بالله. فهمت؟ يعني هو مش الرسول بيقول دينك دينك لحمك ودمك؟ يعني اذا اخترت تحافظ على لحمك ودمك ولا تحافظ على دينك؟ لا، احافظ على ديني واسيب لحمي ودمي. فانا بيقول معنى كلام النبي برضه، بيقول لان اقع من فوق الطرف فاتحطم احب الي من مجالسه الغني ام من اجل غنايه، حتى ارجو منه نوال. اقعد بقى ايه، امسح له جوخ كده واتحايل عليه شويه، وكل ما يجي يحط ايده في جيبه يطلع المنديله افتكره هيطلع فلوس الدهاني، وقاعد انا كل قلبي متعلق بحركاته، وابص كده قرب يوم اهو يمكن يديني حاجه، قرب يمشي اهو يمكن هيديني حاجه، قرب وبعد ما مشي ما ادانيش حاجه يمكن يلتفت يوعدني بحاجه، ولما ما يلتفتش يمكن يطلبني على محمول ويقول لي تعالى بكره، يعني كل قلبي معاه. ده فين بقى التعلق بالله بقى؟ فين المؤمن ده بقى؟ فين الايمان بقى؟ شفت بقى التعلق بالخلق؟ شفت هم الخلق بقى؟ شفت الحجاب؟ اصبح الخلق هم همه مش رب الخلق. ادي المصيبه، المصيبه. عشان كده بيقول ايه؟ اذا رايت الفقراء فسائل لان اقع من فوق قصر فاتحطم احب الي من مجالسه الغني، لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم ومجالسه الموتى، يعني موتى القلوب. يعني قيل يا رسول الله ومن الموتى؟ قال الاغنياء اللي هم توكلوا على غناهم ودنياهم. طب جرب كده واقعد مع الاغنياء اللي هم رجال الاعمال، يعني اللي هم عندهم مشاريع ضخمه، هتبص تلاقي كل كلامهم في اسعار الدولار والاقتصاد العالمي، وان الفقر هيخيم على الناس، وان الاسعار هتبقى ازاي، كل كلامهم كده. لدرجه بعد ما تقوم من عندهم تحس ان الدنيا اتودت في وشك والناس جاعت وخلاص والمجاعه قربت. طب اقعد كده مع واحد فقير غلبان كده وما عندوش حاجه، تقول له ازاي؟ يقول لك الحمد لله، صلي بينا على النبي، يقول لك اللهم صل وسلم عليه، انت اخبارك ايه؟ يقول لك الحمد لله، يا سلام ده مفيش احلى من كده، مش عايز حاجه؟ يقول لك لا والله ده انا كده كويس قوي. انت اللي مش عايز حاجه، يقول له يا ربنا يسهل. تقوم تقوم من عند الفقير بقى، من الفقير ما عندكش اي هموم، صح ولا لا؟ لكن اقعد مع الغني تتهم، يبقى اللي خلاك مهتم ده يبقى زود حجابك عن ربك، يعني اعماك. ما كلما زادت الحجب، ما هو الهم ده من الحجب مش كده برضو؟ اللي يعرف ربه يفرح، والمهموم مش عارف ربه مش كده برضو؟ فيبقى اللي هيزود الهموم عندك في قلبك اعرف ان ده بيحجبك، واللي بيزيل الهموم من قلبك هو ده اللي بيوصلك. وقيل للربيع بن خيثم قد غلى السعر، فقال نحن اهون على الله من ان يبيعنا، انما يبيع اولياء. قال لهم اطمئنوا، ازاي كانت انفلونزا الطيور انتشرت ايامه، فقالوا له بقى ازاي اللحم هتغلى والخضار هيغلى والبقول هتغلى وكل حاجه هتغلى، والناس دلوقتي قاعده قلقانه شغلانه، الناس قلقانه قلق جامد قوي لايام. فقال لهم ايه؟ قال لهم نحن اهون على الله من ان يبيعنا، انما يبيع اولياءه. ده هو بيجوع اولياءه، انما احنا اولياءه، ده احنا ضعاف، ده احنا كلابه، وربنا بياكل كلابه. فهمت ازاي؟ ما هو ما من دبة على عبد الا الله يرزقها، زي ما بياكل الكلاب هياكلني. انما الاولياء بقى ربنا بيرقيهم، ما يشغلهمش حتى بان هم يقعدوا ياكلوا ثلاث وجبات. فاكر انت احد الاولياء اللي كان يقول لك ايه؟ انني اكل الطعام المبلل اللي عشان لما بياكلوا من غير بلل بيفرق 10 دقايق، يقول لك بتاخد مني 1000 تسبيحه. بتضيع مني 1000 تسبيحه، فيروح بلل الطعام عشان يظبطه، عشان يخلص بسرعه يقوم يفضل رب. لكن احنا بقى اما نيجي نوضب الاكل، شوف بقى بنعمل ايه بقى؟ نجيب كيس شيبسي قد كده، ده بس كده ايه؟ ده فتح كلام، وازازه البيبسي الحجم الكبير، والسندوتش الثلاث ادوار،
وبعدين نجيب كيلو لب بعد ما نخلص كمان نقعد نقزقز وشريط الفيديو نقعد نتفرج على التلفزيون، وبعدين بعد كده هاتولنا حاجه نهزم تشربنا في ازاز السجن، وبعدين هاتولنا ما عندكوش فوار، وبعدين ياخد الفوار وبعدين يتكرع وبعدين ينام ودي عليه الصلاه، وبعدين اول ما يصحى من النوم يقول ما تحضروا لنا الفطار وهو لسه ما فتحش عينيه. فرق كبير بين دوت، فرق كبير. عشان كده بيقول ده ربك بيجيع اولياءه عشان يتفرغوا لعبادته. انما احنا غلابه خالص، احنا ربنا بياكلنا كده زي ما بياكل البهايم، شبعهم. شفت التواضع بتوع الاولياء؟ سيدنا ابو سعيد الخراز ده اللي سيدنا ربيع بن خيثم لما تقرا سيرته تعرف انه كان والي كبير، بس بيخبي حاله بقى، بيخبي حاله تواضعا. زي ما جاء احد الاولياء قبضوا عليه ورموه كده وجابوا السباع الجعانه علشان تاكله عقاب ليه يعني، فجت السباع راحت ايه شمشمت فيه كده وقعدت نامت قدام رجليه، ولاقي بقى ربنا اكرمه. فبيقولوا له يعني انت كنت ساعتها بتفكر في ايه؟ قال لهم كنت بفكر في اختلاف العلماء في سقر السبع، يعني هل هو طاهر ولا نجس؟ يعني هو ايه قاعد السبع بشمشم فيه، هل اصلي في الثوب ده ولا اغسله؟ قاعد هو همه كله مش همه ان السبع هياكل. فبيقولوا له بس السبع ما تلاكش بركاتك يا عم الشيخ. قال لهم انما تأوي الكلاب لامثاله. فهو شوف التواضع بقى، بيقول ده هو اكثر قال السريه لان اللي قال كلب زيي. فدي تواضع الاولياء. وقال ابراهيم بن ادهم طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى. طلبنا الفقر الى الله فاستقبلنا الغنى، يعني القناعه بالله، الرضا، يعني استغنى بالرضا. وطلب الناس الغنى يعني من الدنيا فاستقبلهم الفقر اليها، لان الرسول يقول من همان لا يشبعان، مش كده برضه؟ طالب ما طالب علم وطالب مال، فاللي بيطلب الغنى بالدنيا ما يشبعش، لو كان عنده جبل يبقى عايز جبلين، جبلين عايز ثلاثة وهكذا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. إنما هو طلب الفقر إلى الله فاستقبله الغنى بالله بأن أرضاه بما أقامه فيه فصار غنيا، والثاني طلب الغنى من غير الله فجعله منهما لطلب الدنيا فاستقبله الفقر. إيه؟ سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت احمد بن علي يقول، سمعت الحسن بن علوي يقول، قيل ليحيى بن معاذ ما الفقر؟ قال خوف الفقر. جميل. الفقر الى الدنيا اللي هو المذموم، يعني خوف الفقر من الدنيا. طول ما انت خايف تفتقر في الدنيا تبقى فقير، يبقى طول ما انت خايف من الفقر انت فقير. قيل فما الغنى؟ قال الامن بالله تعالى. يقول لك هو ربنا بينسى حد؟ الناس العوام يقول كده كلام حلو بس يدخل قلبك، المهم يدخل قلبك. انما مش تقوله كده وانت برضه قلبك ملهوف، لا تقوله كده وانت قلبك مطمئن. ربنا ما بينساش حد فعلا، لا ينسى احد. وسمعته يقول، سمعت ابا بكر الرازي يقول، سمعت الجريري يقول، سمعت ابن الكريني يقول، إن الفقير الصابر لا يحترز من الغني حذرا أن يدخله الغنى فيفسد عليه. لا يحترز من الغنى. إن الفقير الصابر لا يحترز من الغنى، يعني يخاف لحسن يجي له أموال كتير فيبتدي يتوكل عليها ويترك توكله على الله. لا يحترز من الغنى حذرا أن يدخله الغنى فيفسد عليه، يعني يدخل قلبه الغنى بغير الله فيفسد عليه فقره. كما ان الغني يحترز من الفقر حذرا ان يدخل عليه فيفسد عليه غناه. وسئل ابو حفص لماذا يقدم الفقير على ربه عز وجل؟ الفقير هيقابل ربه بايه؟ ما هو ما عملش حاجه، لا قدم صدقات ولا قدم زكاه ولا حج لانه ما استطاعش اليه سبيلا ولا عمل حاجه، طول عمره فقران كده مش لاقي حاجه يعملها. فبيقولوا هيقدم على ربه يعمل ايه ده؟ لا رب ايتام ولا بنى مسجد ولا عمل حاجه، فما كانش ايده حاجه، فايده مش طيبه. طب هيخدم على ربه بايه؟ فقال: وما للفقير ان يخدم به على ربه تعالى سوى فقر. هيخدم على ربه بفقر.
ده كفاية بفقري الى الله بقناعتي ورضاه بما اقامه الله فيه، دي كفاية عبادة. وقيل اوحى الله تعالى على موسى الى موسى عليه السلام اتريد ان يكون لك يوم القيامة مثل حسنات الناس اجمع؟ قال نعم. قال عد المريض وكن لثياب الفقراء تالية. فجعل موسى عليه السلام على نفسه في كل شهر 7 ايام يطوف على الفقراء يفلي ثيابهم ويعود المرضى. اول ما الرسول صلى الله عليه وسلم زار دعوته اللي امنوا به بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان، بعض عمار بن ياسر، فقراء من قريش. فكان فقراء قريش دول طبعا يعني بيلبسوا ثياب مقطعه، ثيابهم عليها رده، احيانا تبقى رائحه العرق طالعه منهم. فجم اهل قريش بقى الاكابر اللي هم المدلعين الكبار قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم اعمل لنا يوم وهم يوم علشان احنا بنتاذى من رائحتك، ما نقدرش نقعد معاه. يعني النبي معنى كده ان النبي كان بيقعد يشم ريحتهم ومش متاذى منهم، تواضع النبي. وكانت رائحه النبي احسن من الايه من النسك صلى الله عليه وسلم. فربك سبحانه وتعالى نزل يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه من خلق وهو الصبر عليهم. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني واصبر نفسك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على ما هو عليه من خلق لأنه كان متصبر أصلا. وقال له سبحانه وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يبقى كان يتبسط مع الفقراء وكان يجلس معهم صلى الله عليه وسلم ولا يظهر التأذي برائحتين كانت لهم رائحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادية في أماكن صحراء والمية فيها قليلة قد لا يستحمون مدة طويلة فتبقى لهم رائحة ظاهرة. لكن شوف بقى الإنسان المتواضع مع الله ما يتأثرش من الفقير، يقول له إيه الريحة دي وأنت ما تستحماش؟ ابعد عني كده. ليه تؤذي الفقراء وليه تؤذي الناس؟ ده الناس دلوقتي ساعات يأذوا بعضهم يبقى مستحمي وكمان تمام يقول له ايه ده ريحه بقك وحشه ابعد عني تكسفه ليه؟ افرض انت شميت من رايحه بقه من فمي بحر مثلا. في ناس كده تلاقي نفسهم في ريح بسبب عند مثلا اي مرض فابعد عنه شويه لكن ما تقولوش يا اخي ابعد كده يا اخي تقوم تكسر ايه نفسه. لا فادي معنى كلام سيدنا موسى انه يعمل ايه؟ انه يتواضع للفقير وانه يروح يجلس معاه وانه كمان يشوف ملابسهم اذا وجدها مقطوعه يخيطها معاه. ان ما ساعدهمش يجيبوا ملابس جديده على الاقل يقعد يرقعها له ويقعد يخيطها له ويقعد يغسلها له. ايه المانع انك انت تفكر مره تلاقي واحد فقير كده وعايش لوحده تقول له هات لي هدومك وربنا عندك جايب لك عندك غساله كل اوتوماتيك تحطها له تاخد لها دوره في الغساله. ما فكرتش تعمل حاجه كده الفقير مره تخليه ياخد دوره كده في الغساله هدومه وتنشرها له وتديها له نظيفه؟ شوف عند الله ثوابها كبير قد ايه. ما فكر كده. لو سيدنا موسى كان بيعمل كده من اولي العزم ده بيعمل كده اسبوع من كل شهر يلف على الفقراء يقعد معاهم يفلي ثيابهم ويشم روائحهم ولا يتاذى بها ويعود مرضاهم. هو ده الحاجات اللي ربك يحبها. يا عبدي لقد مرضت ولم تعدني. شوف رب العالمين بيقول ايه؟ يا رب العالمين نسب ضمير المرض لنفسه لانه امرض عبده لانه منسوب لربه. شوف قد ايه الاكرام. مرضت ولم تعدني، كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعد واما لو عدته لوجدتني عنده. وقال سهل بن عبد الله 5 اشياء من جوهر النفس. يعني الحاجات الجواهر في النفوس بقى العظيمه تعرفها لما تجدها فيها ايه في هذه النفوس. لو موجوده مجتمعه في نفس واحده تبقى هذه النفس كالجوهره العقماء، ولو وجدت بعضها تبقى هذه النفس فيها من الجواهر ما فيها. فقير يظهر الغنى. يعني مش عايز يشتكي ربه حتى بمظهره. فقير يظهر الغنى. وجائع يظهر الشبع. ومحزون يظهر الفرح. ورجل بينه وبين رجل عداوة يظهر المحبة عشان يداريه. يظهر له المحبة مباراة علشان يكسر عداوته. يديله جزء من دنياه عشان يشتري آخرته.
ورجل بينه وبين رجل عداوة يظهر المحبة، ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، مش كده ربك قايل كده؟ ورجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يظهر ضعفا، يعني يروح شغل كل يوم بدري وهو قام الليل، ويشتغل لاخر ساعات النهار وهو صايم، وزمايله كلهم ما يعرفوش انه صايم، وزمايله كلهم ما يعرفوش انه كان سهران قائم الليل لله، مش يبقى ايه اول ما يصوم طول النهار سيبوني بقى كان صايم، ويخلي زمايله كلهم يشتغلوا وهو لا. وبعدين لو صحى صلى الفجر في يوم بدري شويه، صلى الفجر بس يقعد يتوب في الشغل كل النهار، سيبوني بقى انا عايز انام عشان انا صاحي من بدري صليت الفجر. لا، تانيين ما يعملوش كده ابدا. كان احد الصالحين كل يوم الصبح يروح دكانه وياخد معاه اكل من بيته، مراته تعمل له سندوتشات، تعمل له اكل اي حاجه علشان يفطر في المحل اللي بيشتغل فيه، ياخد السندوتشات في محل يقعد في المحل يتصدق بيها ويشتغل طول اليوم، ويرجع بيته يتعشى ويبقى بالنسبه له فطار، يبقى اهله عارفين انه فطر وده الغدا بتاعه، واخد بالك؟ وهو قاعد كده 20 سنة، لا اهل بيته يعرفوا انه بيصوم ولا صاحب المحل يعرف انه بيصوم. شفت الحلاوه بتوع الناس الاولياء الصالحين؟ حتى مراته ما تعرفش ان جوزها صايم، كل يوم نعمل لك السندوتش، اعمل السندوتش شغال، ياخد السندوتش يتصدق بيه، ويقعد يشتغل طول النهار في المحل ما يبينش تعب لصاحب المحل ولا لصاحب العمل، لانه لو اظهر تعب يقول له انت تعبان ليه؟ يقول له اصل صايم ما عملهاش ولا مره، يشتغل على طول، يخلص المحل ايه ويروح ياكل عند ايه؟ بيته، مراته تفتكر ان دي الوجبه نمره 2 وهي الوجبه نمره 1. دي احوال الناس اهل الجنه، كانوا كده اهل الجنه. مش انت بقى تركب الاتوبيس بس صعب، انا صايم النهارده ما حدش ينزلني من اولها كده من اول اليوم. زي ما دخلوا على واحد في احد المساجد واقف كده يصلي صلاه كده صلاه المساكين، فالراجل ايه قاعد مبسوط قوي يقول ما اخشى على الرجل، فراح ترك صلاته وقال له لا وصايم. ما ينفعش كده. وقال بشر بن الحارث افضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر الى القبر، يعني الصبر على الفقر الى الله حتى يكبروا عليك اربعا لحد ما ايه يصلوا عليك صلاه الجنازه، تفضل كده مفتقر الى الله وصابر على هذا الى ان تلقى الله، هو ده احسن حاجه، اعلى المقامات، افضل المقامات. مش تقول انا عايز ابقى ولي، ولي ايه؟ هو انت عايز ولي تبقى حاوي يعني؟ يعني تمشي في الهواء وتعمل ايدك كده تجيب لهم بطه ما فيهاش انفلونزا؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ده شغل حاوي ده. لكن الحقيقه الولي الحقيقي هو اللي الناس ما تقدرش بيه، اللي ربه هو اللي يضرب بيه بس ويعلم بيه. اعتقاد الصبر الى القبر، فهمت ازاي؟ هو دي افضل المقامات. وقال ذنون علامة سخط الله على العبد خوفه من القبر، يبقى علامة غضب الله على العباد ان العباد خايفين من الفقر، يبقى ربنا غضبان عليه، لان لو ربنا راضي بيهم كان طمن قلوبهم بيه. فهمت ازاي؟ يبقى اول علامة من علامات رضا الله عن العبد ان ينزع من قلبك هم الرزق، ما تفرقش معاه جيبك فيه فلوس ما فيهوش فلوس زي بعض، كله زي بعضه عندك. ليه؟ لان انت اصلا رصيدك عند الله مش في البنك، فمش قلقان على حاجه. وقال الشبلي ادنى علامات الفقر، اقل علامه من علامات الفقر، ده سيدنا الشبلي ده اصله كان ايه يعني ما شاء الله، الحمد لله ربنا كرمنا وزرته هناك في قبره الشريف، والله قبره كانه روضه من غير الجنه، عندما زرته والله والله شعرت ان انا يعني بزور يعني افضل البقاع. اولياء في بغداد، مدفون في بغداد. الامام الشبلي كان اولا عالم ولي ظريف، ظريف يعني اصل المصريين يحبوا الراجل الولي الظريف زي الشيخ اسماعيل، الشيخ اسماعيل طارق العدوي كان الناس كلها تحبه. ليه؟ لانه كان ولي وظريف. كان برضه سيدنا الشبلي يمتاز بكده بالظبط ده،
ماشي في السوق مرة فسمع بتاع السوق الراجل بيبيع خيار يقول الخيار بدرهم، قال له امال يبقى الاشرار بكام لما الخيار بدرهم؟ يعني الخيار فيهم الاخيار، فلما الخيار بدرهم قال له يبقى الاشرار بكام؟ فكان عنده ظرف كده ولطف في الحديث بيقول ادنى علامات الفقر، يعني اقل علامه من علامات الفقر، قال لو كانت الدنيا باسرها لاحد فانفقها في يوم، ثم خطر بباله قال لو امسك منها قوت يوم ما صدق في فقر. يعني لو ربنا ادك اموال طائله وانفقتها كويس في يوم وبعدين ايه وهو بينفقها كده قال اما اشيل الحبه دول بس علشان ايه ناكل النهارده نتعشى بالحبه دول، يبقى ده ما عندوش فقر لسه ما حصلش ادنى درجات الفقر الى الله. هم عرفوا الحاجات دي منين؟ من فعل النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تجي له الغنائم والامثال وتجي له الفيء يوزعه كله صلى الله عليه وسلم ما بين الصبح الى ما قبل الظهر، يوزعه كله وبعدين يدخل بيوته التسعه يسال على طعام لا يجد طعام يفطر عليه في بيوته التسعه فينوي صيامه. ما يقولش طب ما انا كان في ايدي الذهب، ما انا كنت خدت حاجه من العيال، ما يقولش كده. فهم فهموا كده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد اما تبقى الدنيا كلها في ايده وينسقها وما يخطرش في باله ايه قوت يوم، يعني كان سيدنا الشبلي بيقول لك ان اصل الفقر لا ينعقد في القلب الا مع قصر الامل. مع قصر الامل. يعني وانت يعني ضامن هتعيش لما تحوش تحتاج، شوف هو مش ضامن يعيش. يبقى الفقير الى الله قصير الامل، ما يعرفش ما هيعيش ولا لا. فطالما قصير الامل يوم يمسك كل ما عنده. وما ينتظرش بكره في ايه؟ لانه مش عارف هيعيش بكره ولا لا. شفت ادي معنى كلام الامام الشافعي. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول تكلم الناس في الفقر والغنى ايهما افضل؟ وعندي ان الافضل ان يعطي الرجل ان يعطي الرجل كفايته ثم يصام فيه. وده حال النبي صلى الله عليه وسلم. الاكمل ان ربنا سبحانه وتعالى يدي للانسان ما يكفيه بحيث يبقى مش محتاج حد، ويرضى باللي اداهوله، مش يديله ما يكفيه وعينه على حاجه تانية. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. ربنا خلاص ادالك زوجه، ما تبصش للستات التانية، احمد ربك عليه. مش تقول اصل انا زوجتي مش حلوه قوي، اصل في احلى منها. طب ما اللي هتجيب الاحلى منها عيب اجيب الاحلى منها، مش هنخلص احنا. وهتجيب الاحلى منها في الاحلى واحلى، مش هنخلص. يبقى انت ربنا ادالك واحده احمد ربنا حلوه قوي، ما تبصش لغيرها. اه ادالك وجبه كلتها، ما تقولش هو كل يوم خس وجزر وانت الارنب الغضبان. لا، اللي يديهولك احمد ربك، ما تسالش غيره. مرتبك كذا الحمد لله، قاعد في شقه اوضتين، مفيش داعي تبص للي عنده شقه على النيل ومستويين ومساحتها 300 متر. طب انت مالك؟ انت شقتك اوضتين حلوين جنب الجامع، والتاني الشقه دي مفيش جنبها جامع. اولا هينزل يلاقي الكورنيس وسريع، تيجي تعدي تبهتك عربيه ومستريح منها. لكن انت قاعد في شقه اوضتين وجنب الجامع، احمد ربنا. تسمع الاذان وتنزل تصلي. اوضتين تنضفهم في 5 دقايق. شقه زي دي عايز جيش ينضفها، وعايز كمان جيش من ايه؟ من الاموال علشان ايه؟ تعمل لها صيام وتعمل لها عفش شغلانه. انما انت ربنا كفها عنك، الحكايه كلها سهله. يبقى ما تتمناش حاجه عند غيرك، يبقى عندك كفايتك. يا سلام، الحمد لله على كده، ما تبصش لغيرك. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك اللي ادهولك خير من اصل. يبقى الرزق اللي ادهولك ربنا خير من اصل، احمد ربك. انت ربنا وظفك في حته معينه. انا اصل ابويا ما قامش بواجبه معايا وعلمنيش. لو كان علمني ما كنتش اشتغلت الشغله دي. ليه يعني؟ احمد ربنا يعني. يمكن الشغله دي اديتك تواضع. يمكن لو كان علمك وخدت دكتوراه وبقيت استاذ في الجامعه كنت دست على الناس كلها وقلت انا. ام ربنا سبحانه وتعالى اقامك في مكان فيه تواضع علشان يعرف ان نفسك فيها كبر، يوم يكسر الكبر فيك، يوم يخليك توصل له.
اسهل مكان يغذي الكبر فيه بمنصب كبير، مش كده برضه؟ يبقى الانسان يسيب نفسه لله. تبص في المراية تقول انا مالي وحشه كده ليه؟ طب ما احمدي ربنا، يمكن لو كنت حلوه كان جالك واحد مخرج اكتشفك وكان وداك في التلفزيون كل يوم تعملي في اعلانات وتترقصي قدام الناس، مش كده احسن؟ خليكي وحشه كده وخشي الجنه، احمدي ربنا، مش كده احلى؟ يبقى كل واحد يرضى، يعني كل واحد يرضى بما اصاب. خلفت عيال الحمد لله، مرضى الحمد لله، الصبر عليهم، صلاه كويسين، حرمت من العيال ما يجراش حاجه، كله كويس. ادالك عيال وماتوا ما يجراش، الحمد لله، ما النبي ربنا سبحانه وتعالى اداله عيال وماتوا وكان راضي برب وراضي عن رب، دفنهم قبل ان يمد يده جميعا صلى الله عليه وسلم، الا ستنا فاطمه بعديه سته اشهر حصلته وكان راضي عن رب. ولم يرزق من البنين والبنات الا من زوجه واحده، وتزوج 11 امراه، زوجه واحده بس اللي انجبتها، والباقيين كلهم ما انجبش منه، ما اشتكاش ولا قال حاجه. احمد ربك، احمد ربك على ما اقل. يبقى الفقر الحقيقي ان يعطى الرجل كفايته ثم يصام فيه. يصام فيه يعني ايه؟ يعني ما يبصش للي في ايد غيره. ونقف عند هذا الحد لان باب الفقر الظاهر باب طويل، نكمله ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت بك مرة بكثير. ما هو هم الخلق؟ أهو الخوف منهم أو الخوف عليهم؟ لا، هو الخوف منهم. إن تعمل لهم حساب. يعني إيه تعمل لهم حساب؟ تعمل لهم حساب من أجل دينك، يعني يكون تعلقك بهم مش تعلقك بالله. مش معنى احتقارهم، لأن احتقار الخلق معصية كبيرة. هم الخلق انك انت تهتم بهم من اجل ان تحصل على النعم من ايديهم. ادي معناه، يعني تتملكهم وتقول يا ده فلان رئيسي في العمل جوز ابنه ونسيت ابارك له، والكلب بتاعه مات ونسيت امشي في جنازته، يبقى مهموم. ليه؟ علشان عايزه يرقيه، وما تعرفش ان اللي بيرقي ربه. انت طالما بتكون بعملك على الوجه الاكمل خلاص، الحكايه سهله بسيطه. يبقى اهم الخلق هو الاهتمام بالخلق من اجل الحصول على الدنيا، اما الاهتمام بالخلق من اجل الاخره كقضاء حوائج الناس، فالاهتمام بامر المسلمين من اجل الاخره فده مطلوب. يبقى اهم الخلق من اجل الدنيا هو ده الحجاب، اي الاهتمام بالخلق من اجل الحصول على الدنيا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما في فتح مكة بعد حنين وزع الغنائم على قريش مؤلفة قلوب، لسه مسلمين بقالهم يوم واثنين وبعدهم حتى أظهر الإسلام وأبطن الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى يديهم الدنيا، يديهم الدنيا، والأنصار واقفين اللي هم باعوا كل حياتهم وضحوا. بعضهم قال إيه؟ الشيطان دخل. قال للرسول صلى الله عليه وسلم بقى شاف قرايبه واحبابه قريش نسينا، من ليه احبابه نسى اصحابه؟ بقوا يقولوا معنى الكلام كده. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال لهم: اوجدتم في انفسكم من اجل لعاعه من لعاعات الدنيا اتالف بها قلوب قوم ووكلتكم لايمانكم؟ ماذا لو رجع الناس بالشاة والبعيد ورجعتم انتم برسول الله؟ يبقى ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعلم ان الانسان يبقى غني بالله مش بالعرب. فهو بيقول لهم انتوا هترجعوا بيا، وحيثما كنت معكم فالله معكم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، فصار غناكم بالله وغناهم بالعرب. انتوا بقى الوقت بتتكلموا ليه؟ ايهما اولى، الغناء بالله ولا اللي غناه بالعرب؟ فبكى القوم، فهموا المساله، فهموا المسألة على طول. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالخلق من أجل الآخرة لا من أجل الدنيا. فالحديث عهد الإسلام
يديله ويهتم بأمره عشان ايه الاسلام يركز في قلبه ويذوق حلاوة الايمان ويستمر حتى يلقى الله على الايمان. والمؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت اليه الان بالرغم اهتمامه. ليه؟ لانه وكله لايمانه. يبقى الاهتمام بالخلق من اجل الدنيا هو ده المذموم، انما من اجل الاخره ده مطلوب. فهمت بقى المساله؟ والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.